تيجي بقى العرايس اللي هي بتبقى بالفساتين والتل والحصينه اللي هي بتبقى اللي مش عارفه ايه كده برضه بيتطلب منها في ناس بتيجي تاخدها. ليه عندنا الجمله في الشارع اللي ورانا ده واتبعنا برضه نفس الشارع، فمصر كلها بتنزل تاخد مننا من هنا. بتبقى فرحه مختلفه جنب الحلويات بالنسبه للاطفال. عاده عاده حتى لو الحلاوه غليت برضه الناس هتشتري. ما ده اللي انا بقوله، يعني الناس تحس ان هي قبل المواسم اللي زي مولد النبي دي تقعد تدبر الميزانيه، يعني الحلويات لازم تتجاب 100 جنيه يبسط البيت كله، 2 كيلو ونص ب 100 جنيه هيبسط البيت ومش هيلحقوا ياكلوا كل ده من حلاوته. يعني هي بتبقى زهوه بس حتتين ثلاثه والباقي بيتركن خلاص، بس هي زهوه عاده الناس متعوده عليها. لازم نجيب الاكل. لازم ايوه تمام. اتفرجني كده يا استاذ محمد، وريني ايه الجديد السنه دي. انتوا عاملين ده ايه، ده كيك ده ولا مش اكلمها دي الزبون بيجي عليها. في زبون اساسا بيجي عشان ياخد الحلاوه ودي قبل الحلاوه. ده جديد موضوع الشكلمه؟ لا بقالها زمن. لما شو ما قابلتهاش انا. دي الجديده. هو العادي اللي هي دي؟ دي العادي اللي هي اساس الشكلمه، لكن بعد كده عملوها بالشوكولاته، عملوها بالشوكولاته البيضة الكريمه. في اهو زي ما انتم شايفين ابيض، شوكولاته بيضة وشوكولاته سود. دي على شكل بطيخه فعلا. بس جوز الهند. وفي حاجات تانية نزلت برضو. ورينا كده. هو جوز، انا ملاحظه ان جوز الهند انتم ملعبينها كل الالعاب. موجود منها كتير. يعني بتعملوا بيها اشكال كتيره وبتعملوا بيها ومدخلينها في كل الحلويات. بالظبط. في اللي هو المدور ده جوز الهند وداخله قمر الدين. دزداني وجوز الهند وداخلها قمر الدين. اشكال كتير يعني بيتطوروا كل سنه، بيتطوروا بتوع المصانع بيطوروا كل سنه. اللي انا عارفاه بقى هو الاقراص دي، السوداني، الحمص، الملبن، يعني ده اللي احنا عارفينه صح؟ ده دول الاساسي. الملبن برضه بتتطوروا فيه، بتعملوا منه حاجات مثلا اشكال. الملابن كتير بنحط عليها سوداني، بنحط عليها زبيب، بنحط عليها سكر زي الجيل ده كده، شوكولاته، ملبن شوكولاته. ده جديده دي. لا وريني ملبن الشوكولاته ده، هات لي كده واحده. لا وكل سنه بينزل حاجه يعني. ده انتوا حاطين عليه كمان ال المصنع عامله كده شوكولاته. شوكولاته وشوكولاته من فوق شايفين. مجددين كل حاجه. طب والله برافو، انتوا كل سنه. برضه قديمه اللي هي كلها مكسرات. كلها مكسرات. بس انتوا حاطينها دلوقتي تحت على حاجه وكده، يعني مهتمين. ما طبعا عشان دي ليها زبونها عشان غاليه، بس كلها مكسرات عشان كلها فعلا مكسرات. ربع زي كده اللي هو البندق والفستق واللوز والحاجات دي، هي الحاجات الاساسيه اللي احنا عارفينها. بيجي ياخدوها برضو بعد ما بيوزن كيلو 2 كيلو بياخدها برضو، بتبقى زهوه يعني ياخد واحده 2 3. وفي ملبى الحبل ده اساسي، هو ابو عين جمل. ابو عين جمل ده مشهور، الناس برضو اساسي برضو. طب بقول لك يا استاذ محمد، لما الناس بتنزل تعالى جنبنا هنا نشوف الحاجه، لما الناس بتنزل تشتري الحلويات هل بينزلوا بقى الام مع الاطفال، الاطفال يختاروا، يعني احكي لي كده الاجواء عامله ازاي؟ بيجوا هو وابنه وبنته والعيله يعني عامه، ويقول انا عايز الجمل ده يا بابا، بابا معهوش فلوس، يقول له خد الصغير كده، يعني المهم بيجيب له في الاخر. يعني بيجوا الولاد برضو يختاروا الحلويات اللي عايزينها. لا انا عايز من ده، لا مش عايز من ده، كل واحد بياخد اللي على كيفه من العيله، فهم بيجوا عشان كده. ده عايز ده، لا خد لك انت ده وانا اخد ده. كل واحد هياكل حاجه يجي ينقيها بنفسه. يعملوا علبه 2 كيلو 3 كيلو مش كله. وفي بيهادي، بيهادي اهله ياخد 20 كيلو في علب، كيلوات اتنينات، بيهادي اهله برضه. بتبقى حاجه بتفرح صح؟ كل سنه. وبعدين مصر الوحيده اللي فيها حلاوه المولد في العالم كله، وكله بيرزق من فضل الله. يعني بتاع الورق وبتاع المواصلات وبتاع الشاي وبتاع كل حاجه بيرزق، كله بيرزق سبحان الله. ما هو ده الموسم بتاعكم كلكم هنا، شايفه في الشارع كله شغال فيه. احنا جزارين، بس هو ايه الجزاره مريحه فبنشتغل في الحلاوه اللي هو الشهر ده، علشان كده المحلات هنا كلها شغاله. ما انا بقول برضو معقول كل دي حلويات مولد؟ كله عارف بعضه وكله بياخد من بعضه يعني. فساعه المولد كله بيقلب بقى، كله يبيع حلاوه، كل واحد بيرجع شغلانته بقى. اللي بيبيع خامات حلاوه ليه، هو ده اساس خامات الحلاوه برضو، اللي هو العسل والسكر والعلف، كل ده بيجي الناس اللي بيصنعوا بياخدوا من هنا، فالشارع الزحم والناس كترت يعني. استاذ محمد بقالك كام سنه شغال في القصه دي؟ يعني انا بقالي بتاع 6 سنين
كل ست يعني كل قبل المولد بشهر بيفرش. تبتدي بقى تتابع المصانع برضو. الزبائن ما بتجيش الا غير اخر 4 5 ايام. والله احنا المصريين كده لازم ننزل في اللحظه الاخيره. بيجي بقى بيجي خفيف، شغل خفيف، وفي ناس معروفه بينزل لها زباينها على طول، خلاص هو اتعود عليك فبيجي. حتى لو غالي ومش غالي يقول لك ده مستريح معاه في الحلاوه بتاعته، لكن هي كلها حلاوه، هي كلها حلاوه، بس هو كل واحد بيستريح مع واحد بيشتري منه. راحه نفسيه. راحه نفسيه تماما يا باشا. كل سنه وانتم طيبين يا استاذ محمد، وموسم يا رب يكون خير عليك. الله يخليك، الله يبارك. قابلته قاعد عمال يتفرج ويشتري، احكي لي اخبار الحلاوه ايه السنه دي. لا بصراحه الاسعار كويسه السنه دي، وتشكيل بسم الله ما شاء الله عندهم حلو جدا يعني. بما انك بتيجي هنا كل سنه وبتشتري، في تغيير في الحلويات، اصناف جديده، عاملين ايه جديد؟ لا هم عاملين تشكيله كويسه يعني، بيحاولوا يشكلوا في المكسرات انواع مختلفه كل سنه، فده بيدي يعني الواحد يقدر ياخد تشكيل اعلى من كل مره. ايه اكتر حلاوه بتحبوها في المولد بتيجوا على طول تشتروها؟ هو على طول الاقراص اللي هي المشكله والشوكولاته اللي هي الخفيفه يعني. انا ملاحظه ان هم منزلين شوكولاته كتير السنه دي، في حاجات كتير. في السمسم اللي هي ديت، وفي اللي هي الحاجات اللي بالبندق برضو داخلها الشوكولاته السنه دي يعني. هم بيحاولوا ان هم يغيروا التشكيل علشان يجيبوا اكتر زبون يشتري منهم. الاطفال بقى قبل ما تنزل بيقول لك انا عايز من دي وتجيب لي دي، وبقى ليهم طلبات. لازم يتشرطوا. كل واحد ليه حاجه معينه عايزها، فبنيجي نجيبها. بيدوك الليست ها قبل ما تنزل؟ اكيد، والمدام طبعا. كل سنه وانتم طيبين يا استاذ حازم. الله يخليك. خلينا برضو حضرتك جاي تشتري، انا بحاول كده اسجل مع كل الناس اللي موجوده نعرف برضو ايه الاخبار، اتعرف بيك. الاسعار احسن من السنه. اسمك ايه؟ حسام. مع حضرتك حسام. انت على طول عاجبك الاسعار فعايز تقول. حلوه بصراحه، احسن من السنه اللي فاتت. الاسعار كويسه مع نزول الدولار يعني، الناس هنا برضو السكر كان السنه اللي فاتت اغلى من السنه دي، فهم برضو راحوا حاجه زي كده والاسعار نزلت، وبنحاول نجيب اللي هم الاولاد بيحتاجوه في المول كله. والتشكيل انا شايف عمالين يقولوا ان التشكيل مختلف وجديد. مختلف، في تشكيلات جديده نازله السنه دي عشان اخوه السوريين مالين مصر طبعا، فعاملين لنا شغل حلو السنه دي صراحه. هم اللي عاملين شغل. عاملين شغل حلو حقيقه، لان يعني الاصناف اللي احنا شايفينها دي فيها حاجات سوريه، بس هي اسعارهم غاليه شويه، بس بصراحه يعني حاجتهم جودتها عاليه ممتازه. حاجات بتبقى مختلفة عن اللي احنا يمكن متعودين عليها. هي مختلفة اختلاف بسيط، لان يعني الانواع المصرية هي موجودة، بس هم بيزودوها برضو، بيحطوا لها مكسرات زيادة شوية، بيخلوها يعني جودتها تعلى. كويس، حلو، المهم تكونوا مبسوطين وتشتروا اللي انتوا عايزينه. كل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيب. استاذه فاطمه لازم كل سنه بتبقي مهتمه، انزل واشتري الحلويات واجيب للبيت والولاد. ده عاده عاده، حتى بصي لو ما معكيش بتضايقي على نفسك عشان تنزلي تفرحي الاولاد وتجيبي، وتبقى عاده كل سنه عاده. اخبار الحصان والعروسه ايه لازم بيتجاب؟ انا معايا احفادي، مامتهم اللي بتجيب لهم، انا بنزل اجيب الحلاوه بس. بس لازم تجيب لهم صاحبي طبعا. عشان تفرح العيال حاجه هي بتبقى فرحه جميله، بتبقى فرحه جميله، وكل سنه وانتم طيبين، بتبقى حاجه جميله قوي. بتعملوا في ايه بقى؟ ده موسم بقى، هل بتروحوا تزوروا بعض وتهدوا بعض بعلب الحلويات؟ احكي لي كده الاجواء. بنعمل اكل وبنعزم بعض وبنروح عند بعض وناكل، بتبقى بصي زي العيد، هو بيبقى عيد. شوف العيد الكبير لما الناس بتضحي بقى وبتروح عند بعضيكم، بتبقوا عاملين اكل وبتاكلوا، وبتبقى حاجه حلوه، بتبقى حاجه جميله. بتتجمعوا برده في المولد بتهدوا بعض بالعلب؟ طبعا طبعا طبعا، فرحة فعلا وحاجة جميلة جدا. لما حد يجيب لي علبة انا ببقى مبسوط، مع اني ممكن اكون جايب صح؟ كل سنة وحضرتك طيبة. كفاية ان هو بيبقى افتكرك. صح، عندك حاجة. كل سنة وحضرتك طيبة ودايما متجمعين. كل سنة وانتم طيبين.
من الحاجات الحلوه واللي بتفرح برده في المول زيها بالظبط زي الحلويات ما نستغناش عنها. وعايزه اقول لكم بقى كبار وصغيرين يعني لسه البنات الكبار بيفرحوا قوي لما تجي لهم ايه عروسه المولد، والاطفال طبعا يجي لهم الحصان ويبسطوا يبقى هم كده تمام المولد بالنسبه لهم كده كامل. جنب الحلويات يجيبوا الحاجات الحلوه دي. احكي لي يا استاذ محمد الاول بصبح عليك. صباح النور يا فندم. احكي لي انا شايفه حاجات جميله قوي السنه دي، بقى ايه الجديد؟ والله الجديد الحصان والجمل والكعبه، اشكال كلها جميله حضرتك. بمناسبه برضه النبي الشريف واخد بال حضرتك، فاحنا بنحب نبدع كمان وبنعمل حاجات جميله بمناسبه هذا المولد. كل سنه بتخترعوا او بتبتكروا حاجات جديده؟ لازم نبتكر، لو ما فيهاش ابتكار ما ينفعش. لازم ابتكار على طول. حضرتك شايفه جمال العرايس وموديلاتها واخد بالك، والجمل والحصان. الجمل دي جديده ولا قديمه برضو؟ الجمل لا، ده الجمل على ايام الفاطميين. ينزل مع المولد الجمل زيه زي الحصان؟ طبعا ده شيء اساسي. تقعدوا بقى انتوا تجددوا بقى في اللي راكب الحصان او الحصان فاضي؟ طبعا، ونعمل له شعر ونعمل له كل حاجه، وكل ده احنا بنعمله. الافكار بتجيلكم منين؟ يعني بتستوحوها منين؟ والله من عند ربنا. كده يعني مش بتبقوا قاصدين توصلوا مثلا حاجه معينه؟ لا، هي مجرد ابداع، كل اللي عندك بتطلعيه. خدت بال حضرتك؟ فكده فاحنا كل اللي عندنا بنطلعه بحيث الحاجه تطلع شيك وجميله وفي نفس الوقت يعني تبقى جميله. بقول لك بيجي لك بقى كل سنه ناس مثلا يكونوا اشتروا السنه اللي فاتت يجوا برضو يشتروا اللي بعدها؟ بيشتروا طبعا، بيشتروا الجديد بقى، يعني خدوا السنه اللي فاتت موديل مثلا او شكل بياخدوا جديد اللي بعديه، واحنا كل سنه بنبدع اشكال جديده. وهم يجوا برضو المهم يفرحوا. الكعبه برضو بيبقى ليها زبونها يجوا يحطوها ويعيشوا اجواء المولد. طبعا يا فندم طبعا. ورينا بقى العرايس، احنا عايزين ندخل بقى في قسم العرايس كده، ورينا ايه الجديد فيه. بالعروسه دي بتفرح، تعالى بقى احكي الاول مين اللي بيجي ياخدها، يعني هل البنات بينزلوا يختاروا ولا الشباب يجيب لخطيبته؟ بيجيب لخطيبته طبعا، احسن حاجه بينقلها، احسن حاجه واغلى حاجه والله. ينقلها احسن حاجه واغلى حاجه بحيث ان هو يفرحها طبعا. طب احكي لي بقى، ساعات بتلاقي مثلا ايه عريس وعروسه نازلين واخدها وتعالي انت اختاري، بتبقى بتحس ان هي بتفرق معاها اكتر؟ بتفرق ان هي بتختار حاجه على ذوقها، خدت بالك؟ غير ما يكون واحد يعني مثلا هو خطيبها او كده يجيب لها حاجه على ذوق، بيبقى مساله اراء يعني مش اكتر ولا اقل. فرجني بقى، انا شايفه اهو في الصغير صح وفي في الكبير. دي عروسه صغننه وده حصان صغنن. عليه عريس اهو. وده حصان كبير برضو. احجام بقى. احجام والعرايس بقى جدا. دي عروسه اسمها بومبونيرا. انتم مسميينهم؟ هي بومبونيرا. دي بتتفتح وتتقفل. ايوه، بيتحط فيها حلاوه المولد، وبعد المولد تحطيها بوبوني شوكولاته ملبس كقطعه ديكور جميله ببيتشك. ده ممكن حد يجيبها مثلا هديه للبنت يحط جوه الحلاوه ويبقى الاثنين في واحد. طبعا. بص شكلها جميل بالوانها جميله. حلو قوي. وانا شايفه عروسه مكتوب عليها اي لاف يو اهي، صح كده؟ الاي لاف يو دي برضو ايه اللي... وتحت اهي دي بقى للخطاب والعرسان وكله. ايوه فندم. طب انا شايفه كمان حاجات موديلات اسباني اهي، الفساتين، فساتين اسباني. الفساتين الاسباني دي ده الموديل ده لسه معمول السنه دي. السنه دي جديد. الموديل ده باشكاله كده باجماله. جميل. طيب. وطيب والنيطه والشنطه اللي ماسكاها في ايديها. صح، شكلها حلو قوي. والعادي اللي احنا عارفينه تبقى ماسكه بوكيه الورد ده او بوكيه الورد بتديها يعني لمسه جمال كده جميله. احكي لي بقى، الناس يعني بتقبل على انهي حاجات اكتر؟ يعني العرايس اللي شكلها ايه، اللي بتطول، اللي بفساتين شكلها ايه؟ هي اصل العروسه اللي خدت بال حضرتك اللي هي اللي هي مراوح، اصل عروسه اللي هي دي. اللي هي بتبقى منفوشه قوي من كل حته كده. ما تجيب لنا واحده كده من دي، اصل عروسه المولد خدت بال حضرتك؟ بتبقى ليها، انا عارفه بتبقى عامله من جنبين كده ومن جنبين. اهي اهي المراوح دي هي اللي ورا، معلش نوريها الاول للناس صح كده؟ اهي شفتوا الجمال. بقول لك البنات بتحب اكتر العرايس الكبيره قوي دي اللي بتبقى طولها ولا؟ لا مش شرط، هي بتحب العروسه اللي حاسه ان هي جميله، مش بالكبر ولا بالصغر، المهم انها تيجي وتفرق كده. يعني تيجي واخده بالك وتقل هي عايزه. بس حضرتك العروسه دي خدت بالك يعني سمباتيك قوي، وبعدين مش بكبر العروسه، بشكلها وجمالها. يعني العروسه ديت في بنات يحبوها اكتر من العروسه الكبيره اللي هي بومبونيره كتير، اللي استخدامها احسن من دي، يعني استخدامها في البيت كده الديكور جميله.
بيحطوا فيها بقى بونبوني الحلويات. بالظبط كده. كحكي العيد يمشي. كحكي العيد يمشي ما يقولش حاجه. كله يمشي. ودي كمان شكلها حلو. انا لاحظت كمان ان انتم مغيرين في فورمات الشعر. طبعا. انتم مركزين في كل حاجه. لا ما انا عروسه من الالف للياء، لازم نبص على كل حاجه فيها. عروسه بقى. عروسه بقى وتاج وكل حاجه والميك اب كمان. انا شايفه في عرايس عامله قصه، وفي عرايس لمن لها شعرها، وفي ذيل حصان وتوك، ويعني بصوا ادق التفاصيل هم مهتمين بيها الصراحه. ايوه يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله الاقبال يكون اكتر. هو عامل ايه اصلا؟ والله هو الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. الدنيا ماشيه. الناس بتيجي في اخر وقت وتشتري ولا بيجوا من قبلها بفتره؟ لا بيجوا مثلا في اخر 10 ايام لازم يشتري. اللي بيشتري خطيبته، يشتري لمراته، ويشتري كل الناس دي، لازم يشتري. الاطفال ها؟ اطفال واولاده لازم يجيبهم معاه وينقوا اللي هم عايزينه. هم لازم، وهم اللي يفرحوا بيها. طبعا. ربنا يحييك طيب، وان شاء الله الفتره الجايه تبقى خير كمان عليكم، وموسم يا رب كله خير. الله يخليك يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا. دي كانت فقرتنا النهارده اللي حاولنا ان احنا نقرب فيها من حلويات المولد، عروسه المولد والحصان، نحاول كده ان احنا ننقل لكم بها.